رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا سرته وفرح بها، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فجمع أصحابه وقص عليهم رؤيا وبشرهم بأنهم سيطوفون ببيت الله بعد طول غياب عنه بعد 5 سنوات من الحرمان. فقد رأى صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه يزور البيت الحرام، وقد أخذ مفاتيحه وطاف معهم حول البيت، ثم حلقوا رؤوسهم وقصروا، فتهللت وجوه الصحابة وأفرحهم الخبر وأعدوا للسفر عدته. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ولم تقتصر دعوته للخروج على أصحابه، بل دعا الأعراب المتناثرين حول المدينة لمصاحبته، فاعتذروا بأعذار واهية لأنهم ظنوا أن قريشاً ستفني محمداً وأصحابه، فلا داعي للمجازفة في معركة معروفة النتائج سلفاً، وطلبوا من النبي أن يستغفر لهم وأن يسامحهم، لكن الوحي نزل ليفضح سوء ظنهم بالله ورسوله ويعري حقيقتهم ويكشف عارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. رسول الله يأمركم بأن لا يأخذ أحد منكم معه سلاح إلا ما يأخذه الراكب، فأنتم لم تخرجوا لحرب أو معركة، وإنما خرجتم معتمرين سلميين زائرين لبيت الله الحرام. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا معه: أنتم خير أهل الأرض. عندما وصل النبي وأصحابه إلى ذي الحليفة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المسلمون ملبين مكبرين. إذن فقد جاء غازيا يطلب القتال. لا واللات والعزى، لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة. لا نأمن مكره ومكر أصحابه، فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة. يا رسول الله، هؤلاء بعض شباب قريش أتوا يهاجموننا متسللين من خلف كبارهم وأهليهم، فأصرناهم وأتينا بهم إليك لتحكم فيهم ما تشاء. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفكوا قيدهم ويطلقوا سراحهم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. وانتشرت إشاعة مقتل عثمان وغضب رسول الله لذلك. لقد جاء إلينا العديد من الرسل المشركين ولم نقتل أو نؤذي أحدا حتى من تطاول وتكبر. وطلب رسول الله البيعة في قتال المشركين، فلبى المسلمون النداء وتتابعوا واحد تلو الآخر، فكانت بيعة الرضوان،
وقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يؤكد عثمان أن قريشا لا يريدون القتال، وأنه شعر بخوفهم تجاه رسول الله، فأوفد المشركون حليفهم عروة بن مسعود الثقفي، فقد جاء بأهله وولده وأهل عكاظ، ثم بعثوا بعده الحليس بن علقمة، وكان رجلا يعظم الهدي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظهروا له الهدي. وبعثوا بعده مكرز بن حفص. وأخيرا أوفد المشركون سهيل بن عمرو ليعقد الصلح مع محمد، ولما رآه صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا وأيقن أن القوم أرادوا الصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك، ما الصلح الذي تطلب؟ أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا، على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانيا، من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثالثا، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعا، من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد. ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية. النبي سيعقد صلحا مع قريش. يا محمد، لقد جئت أعرض عليكم الصلح. فجاء علي بن أبي طالب، فقال النبي: اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله الكتاب فأراه إياها علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وتم الصلح بين النبي وقريش. وكان من أهم شروطه وضع الحرب 10 سنوات بينهم، يأمن فيها الناس ويكفوا بعضهم عن بعض. فحزن الصحابة حزنا شديدا، وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال النبي: أنا رسول الله، ولن يضيعني الله، وهو ناصري، فاستمسك بغرسي. لا أعتقد أن قريشا ستبقي على هذا الصلح. وفي صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك، لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام وكيف يحقن الدماء.